أصبرت العملية عن توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية مع استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر به 474 مليون سنتيم، كما تم استرجاع مجموعة من الذهب والمجوهرات محل السرقة. العملية جاءت بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين اللي تعرض منزله إلى السرقة. على الفور تم تكثيف التحريات من طرف أفراد الفرقة، وبفضل استغلال أمثل عنصر الاستعلامات تم تحديد هوية المتورطين.